صباح جميل على أحلى هي بتسمعني دلوقتي، يا حلوة في كل وقت، يا وردة كل بيت، روقي وفوقي، الحياة مش شغل بيت، خلي لنفسك في يومك حتى لو ساعة، تهتمي بيها بنفسك، لأن كل لما بتكوني مبسوطة، كل حاجة هتبقى مظبوطة، وطاقتك هتزيد للولاد والبيت. ومعانا النهاردة اللي بتحب تقدم للست كل نصايح مفيدة، وتخليها سعيدة، وبتساعدك تهتمي بجمالك الجميلة، سالي أبو زيد. منورانا يا سالي. منور حضرتك. ميرسي يا أستاذة دعاء. صباح الفل يا قمر. صباح النور. عايزين نعرف بقى مين هي سالي أبو زيد. سالي أبو زيد حد بسيط جدا، عنده هدف. عندي روتين يومي بعمله، كل حياتي، بيتي، ولادي، اهتماماتي بشغلي، بحب شغلي جدا جدا. بس جميل. ست مصرية بسيطة جميلة. طبعا. سالي، عايزين نعرف فكرة الفيديوهات جات لك منين؟ فكرة الفيديوهات جات لي ان انا كنت بحب اعمل مسقط طبيعية لنفسي، يعني احب ان انا اهتم بنفسي زيادة عن اللزوم. بحب اصحى من النوم اعمل روتين يومي علشان احافظ على جمالي، احافظ على يعني نضارة بشرتي وكده. من هنا بدأت ان انا اطبق كل الكلام ده على صحابي وعلى اهلي، تعالي اعمل لك ماسك، تعالي اجرب الماسك ده على بشرتك، تعالي مش عارف ايه. بدات ان انا اطور من نفسي واقرا كتير وابحث عن موضوع الماسكات، البشره الجافه، مش عارف ايه. بدات ان انا يعني ادخل في الموضوع ده كويس جدا. فاقترحوا عليا اصحابي، قالوا لي طب انت ليه ما تقدميش محتوى؟ ما يبقاش عندك ليه محتوى، اعملي صفحه وقدمي. بصراحه انا ما كنتش واثقه ان انا بتفيدي بنات كتير طبعا، بس انا ما كنتش واثقه في حاجه زي كده، يعني كنت خايفه من حاجه زي كده يعني. بس الحمد لله ان انا اصريت ان مفيش حاجه مستحيل، مفيش حاجه صعبه خالص عن ربنا. يعني فكره الفيديوهات دي جت من عن تجارب شخصيه. تجارب شخصيه طبعا. جميل يا سالي. طب اي ست بقى لها فتره مهمله في نفسها وناسيه نفسها خالص، عايزه تبدا تهتم بجمالها، تعمل ايه فورا؟ مفيش حاجه اسمها فات الاوان، مفيش حاجه اسمها سن الكبر ابدا. انا كل ما بتكلم في الفيديوهات مع الستات، بصي انا بحب الستات جدا، وبالتجارب الشخصيه اللي انا مريت بيها عايزه كل ست تبقى سعيده، وده كلامي بردده كويس جدا في الفيديوهات. يعني دايما اقول في الفيديوهات لازم تهتمي بنفسك، لازم تهتمي بمظهرك، لازم تصحي من النوم تبصي في المرايه تحبي نفسك، راضيه عن شكلك، لازم تكوني انت راضيه عن شكلك. بصي يا استاذه دعاء، لازم الست تكون شايفه نفسها ست حلوه صح، علشان تشوفي الحياه حلوه. انا شايفه نفسي ان انا مش عاطي حق لنفسي، هدي اللي حواليا ازاي؟ انا ما بحبتش نفسي، ما اهتمتش بنفسي، هتم باللي حواليا ازاي؟ صعب. فلازم تهتمي بنفسك وتحبي نفسك عشان تدي الحب اللي حواليكي صح. وده بردد الكلام ده كتير جدا في الفيديوهات بتاعتي، ودايما بركز. حتى لو انا عندي فيديو مخصص للماسك، اول كلامي في الفيديو التجاعيد اللي بيجيبها الزعل. ايوه. لما بيبان على وشك ان انت كبرتي في السن، ده من ان انت الزعل بيغير ملامحنا طبعا. الطاقة السلبية والتعبيرات السلبية اللي بتحصل على وشنا، انا دلوقتي مكشرة كده، اكيد وشي هيكرمش صح. فانا مبتسمة ووشي مفرود، فاكيد انا هحافظ على يعني شكلي اكيد. فالزعل جوزك وولادك عايزينك ام بصحتها، ام مبسوطة، يعني كل ما انت هتكوني كويسة هم هيستفيدوا برضو اكيد. انا اكتر حد بيدعمني في الدنيا جوزي ومامتي، في ظهري دايما. بنوجه لهم الشكر من برنامج نص التاني. ربنا يخليهم ليا يا رب، ومامتي وجوزي دايما في ظهري، وهم اللي شجعوني على كده. يعني انا اقول بقى ان جوز سالي هو نصها التاني؟ اكيد طبعا طبعا، يعني كل الشكر لي. وهو اللي دفعني ان انا كملي وانا في ظهرك، كملي وانا معاكي. عمره ما رجعني لورا ابدا، يعني عمره ما حسسني ان انا بعمل حاجه ولا واخده من وقتهم، بالعكس كل ما بنجح كل هم بتبسط اكتر، كل ما مشاقني بيعلى كل ما هو بيفتخر بيا اكتر. ودعوات مامتي طبعا ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها يا رب. امين يا رب، ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. ربنا يخليك يا رب. سالي بقى لو بنوته كده لسه في سن المراهقه وعايزه تعرف تعمل ايه علشان تحافظ على بشرتها وتهتم بجمالها علشان قدام بقى تبقى حلوه. حطي تحتها مليون خط. النظافه الشخصيه اهم حاجه في البنت من وهي صغيره، حتى انا بنوتاتي لازم اربيهم على النظافه الشخصيه، تتعود على ان هي تهتم بنظافتها الشخصيه اولا، الخارجي ده بعدين، لكن الداخلي دي حاجه مهمه جدا، ان انا ازاي اطلع بنوته نظيفه في نفسي. وعايزه اقول لك برده ده حسب تعود البيت اللي هي متربيه فيه. لازم يوميا الملابس تتغير، يوميا تغير ملابسها،
مفيش حاجه اسمها يعني المكياج والميك اب والحاجات دي، بحس ان بنوته في ثانويه عامه بلاش تدخل في وشها كيميكال بوظ بشرتها بدري. طبعا الكيميكال والحاجات دي كلها انا ضدها، مش دلوقتي خالص. طبعا غسول محترم اول ما تصحى من النوم، سكراب كويس جدا تعمله مرتين في الاسبوع، تعمل ماسك بس مناسب لبشرتها اهم حاجه، عشان ما يديهاش حاجه سلبيه، او يعني احنا عايزين حاجه ايجابيه، فما ينفعش ان هي تعمل حاجه مش سنها او غلط عليها، يعني فاهمه ازاي؟ بس طبعا اهم حاجه نظافه الشخصيه. جميل. طب ايه روتين سالي بقى اليومي؟ روتيني انا بصحى من النوم. تصحي بدري متاخر؟ بصحى بدري وبنام بدري، كنت غير كده، لكن دلوقتي فرقت جدا معايا في بشرتي، لان النوم بدري ده حاجه مهمه جدا بجد. لا يعني لازم الواحد يهتم ان هو ينام بدري جدا علشان الهالات السوداء، لان ده اكتر سؤال بتسال عليه في الصفحه عندي. الهالات السوداء، الهالات السوداء بتيجي من قله الميه ومن قله النوم. ايوه. ومن التفكير زياده عن اللزوم. نامي بدري عشان ما تفكريش. الغلطات اللي بتقع فيها كل هي. نامي بدري عشان ما تفكريش، نامي وريحي دماغك كده. وانا بقعد اقول لهم كده وانصحهم، ريحي دماغك ونامي على المخده ما تفكريش في حاجه. بصي انا عندي مقوله كده بقولها دايما برضو ليهم، ربنا اللي امر بيه امبارح واللي خلاه يمشي بسلام امبارح والنهارده هيمشي بكره، واي مشكله اذا كانت كبيره او صغيره اخرها حل. فانا زعل نفسي ليه؟ اضايق نفسي ليه؟ ما هو في رجاله بتزعل الستات بقى، مش كلهم حلوين. هنقول ايه بس؟ تعالي بقى نلم عليهم شويه. ايه رايك يا سالي في يعني الراجل؟ عشان كميه المسجات اللي بتجيلي من الرجاله مش قادره اقول لك، يعني لا لازم يعني نوقعك في الكلام. انت ضدنا ليه؟ انت انا بقول لهم انا مش ضدكم، انا بيصعب عليا الستات بجد يا استاذه دعاء. لو تشوفي كميه المسجات القهر وكميه الزعل والوجع اللي جوه الست اللي بتبعت لي تقول لي اعمل ايه يا سالي؟ جوزي بيهني، جوزي بيبهدلني، جوزي دايما بيتنمر على شكلي، دايما يتهمها بالتقصير، ان هي مثلا في بدايه الجواز كانت احلى، اهملت في شكلها، اهملت في جسمها. ده وضع طبيعي يا استاذه دعاء. نسبه كام في الميه اللي بتهتم بنفسها وبتبقى لسه محافظه على رونقها وعلى جسمها وعلى شكلها؟ نسبه كام في الميه؟ العيال، المسؤوليه، الضغوطات، طبعا انا بلوم عليها، لان ده برضو ما يعني ايه ما يديكيش الحق انك تنسي نفسك. بس يعني ما بقاش انا لسه طالعه من ولاده ويقول لي جسمك شكله اتغير، فهماني؟ أيوه. انا بحب الراجل اللي يقدر الست اللي قدامه، قد ايه ان هي تعبت، قد ايه ان هي حملت وخلفت وجابت لك عيل الدنيا. وده اللي انا بقوله لهم، كلمه بكره تبقي احسن. شدي حيلك ان شاء الله وهنطلع من حته الحمل والولاده وكده، وهترجعي تاني. يعني هو ممكن يساعدها انها تحافظ على جمالها، الكلام ده هيخليها تقوم غصب عنها تعمل كل اللي هو عايزه. الكلمة الحلوة منه هتجبر الست تعمل كل حاجة الراجل عايزها. لو في تعاون، لو بيساعدها، انا هاخد الولاد نص ساعة وانزلي تمشي، روحي جيم. مفيش الكلام ده خالص. ليه كده بس؟ لا مفيش الكلام ده خالص بجد. احلام دي. يعني بصي التعاون حاجة، يعني اكيد ممكن يكون فيه، يعني مش عايزين برضو نظلم الا من رحم ربي، يعني في اكيد في رجالة كويسة، بس كمية المشاكل اللي بتجيلي على الصفحة انا بقيت اشك ان في ايه، بقوا قليلين قوي. ايه اللي بيحصل؟ ليه كل ده؟ فهماني؟ بس هي دي المشكله. فلا بجد انا بحب الستات جدا، وهم عارفين ان انا بحبهم جدا، وهم بيحبوك يا سالي جدا برضه. والله بجد، وبعتبر كل ست وكل بنت عندي على الصفحه مني انا أكيد. اختي، وما بقفلش بابي قدام حد ابدا. اي واحده بتدخل الصفحه تقول لي انا عايزه اعمل حاجه، عايزاكي في مشكله، عايزه استشيرك، والله بسيب كل اللي في ايدي واقعد على الرساله لغايه ما احللها مشكلتها. ولان كلامك بيخرج من القلب بيدخل للقلب. ما قدرتش احل المشكله، تكفي ان انا طبطبت عليها. صح. اكيد لجأت لسالي ليه؟ بعتت لسالي كلمتين على الصفحه ليه؟ محتاجه ان سالي حتى تطبطب عليها بكلمتين. ستات عليها ضغوطات ومسؤوليات كتير قوي. والله يا استاذه دعاء لو خدنا الدنيا ببساطه هتلاقي كل حاجه في حياتك هاديه. يعني خدي الدنيا ببساطه. كل الناس عندها مسؤوليات، كل مين ما عندوش مسؤوليات، كل الناس عندها مسؤوليات، بس ترتب اولوياتها مثلا، مفيش حاجه هتتغير. صح، اللي احنا موجودين فيه مفيش حاجه هتتغير. فانت هتغيري ايه؟ زعلتي، ايه اللي هيحصل في حياتك؟ إيه تعبتي، ايه اللي هيحصل في حياتك؟ صوتي، قلبتي، هتعملي ايه؟ ايه اللي هتتغير؟ صح. فانا اعيش الحياه ببساطه وارضي بامر الله، وارضي واكون راضيه في حياتي، والرضا ده اهم حاجه في الدنيا. يعني تنصحيها بايه عشان تحس بسعاده وراحه بال؟ الرضا، ابقى راضيه عن كل حاجه في حياتي واقول الحمد لله،
كل ما بتحمدي ربنا كل ما ربنا بيزيدك من فضله، كل ما بتقولي الحمد لله انا احسن من غيري، والنعم الصغيره جدا اللي في حياتنا اللي احنا مش قادرين نشوفها دي احنا لو شفناها هنحس ان احنا في نعمه كبيره جدا. طب يعني تقولي ايه لكل هي سامعانا دلوقتي وعندها حلم ومش عارفه تحققه؟ لا مفيش حاجه اسمها عندها حلم مش عارفه تحققه. إيه لو حطيتي هدف واراده، لو انت بقى عندك كام سنه، مفيش حاجه اسمها هو انا لسه هقوم اعمل دلوقتي، هو انا لسه هبتدي دلوقتي. حطي نفسك قدامي، انا كنت ست بيت عاديه جدا، بقوم من النوم بفطر ولادي، بذاكر ولادي، بطبخ، قاعده قدام التلفزيون بتفرج على المسلسل، بس جت في دماغي كده وانا قاعده انا مين، انا ايه، انا كسالي بقى مش انا. طب خلاص انا شايفه دوري، شايفه وظيفتي لولادي، شايفه لجوزي، شايفه لبيتي، إيه انا مين، انا فين. حاسه ان في رساله انت تقدري تديها اكتر من كده. طبعا هدف، مش رساله، هدف في الحياه. انا عايزه اعيش واموت ان انا قدمت حاجه او 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 يتذكر اسمي بحاجه حصلت في حياتي. إيه مفيش حاجه اسمها حلمك بعيد ابدا، مستحيل. الاراده وان انت تعتمدي على ربنا ويبقى الاراده في حياتك، اي حاجه في الدنيا هتعمليها وانت قاعده في بيتك. صح. على فكره انا بشتغل من بيتي، انا ما بنزلش، انا اشتغلت وحققت هدفي وحققت كل اللي انا فيه ده الحمد لله فضل ربنا، وان انا قاعده في بيتي. يعني هي تفكر وتسعى وتجرب وما تيأس. طبعا اكيد، طبعا طبعا، عمرها ما ولو عايز اقول لك حاجه، الفشل، الفشل اول النجاح، اول طريق النجاح. انك تفشلي وتقولي خلاص انا فشلت مش هعمل كده تاني، تبقي غلطانه. انت تفشلي مره واثنين وثلاثه، لان لازم تتاكدي ان النجاح جاي بعد الفشل. طب نعمل ايه يا سالي مع الناس بتوع مصلحتهم؟ بلوك. اللي بيعاملك كويس وقت مصلحته وبعد كده بيبقى شخص تاني خالص. مستحيل اعرفهم، مستحيل ادخلهم حياتي. انا عرفت ان بني ادم ده بتاع مصلحته، البني ادم ده بيعرفني علشان حاجه معينه. الناس دي ما ينفعش تتسندي عليها، ما ينفعش يبقوا في حياتك. يعني انا دلوقتي البني ادم ده بتاع مصلحته وعرفت ان هو بتاع مصلحته، انا لو جرالي حاجه هلاقيه في ظهري. انا ما بحبش الناس المصلحجيه ابدا، دايما اي حد بقابله في حياتي بتاع مصلحته لازم اخرجه بره حياتي، ما يلزمنيش، ما ينفعش يبقى جوه حياتي ابدا. طب ازاي سالي يكون في صداقه بين الازواج؟ الثقه، الثقه مهمه جدا. مين المسؤول عن يبقى في ثقه؟ الراجل. ليه بقى؟ الراجل لازم يحسس الست اللي قدامه ان هي ما تخافش منه. لما هروح احكي له الموقف ده مش هلاقي رد فعل مش كويس منه. صح. او مش هلاقي رد فعل يضايقني، يعملها كانها بنته، او هيكسر او هيعمل. انا واثقه ومتاكده ان انا لما اروح اتكلم معاه في القصه دي هيطبطب عليا ويديني الحل. صدقيني عمرها ما هتخبي حاجه عنه، لكن طول ما انت خايفه من الشخص اللي قدامك هتفضلي دايما مداريه ودايما مخبيه. صح. وخايفه اصلا تروحي تتكلمي معاه عشان انت عارفه رد فعله ايه. اكيد. نشكر البلوجر الجميله الاستاذه سالي ابو زيد.